اعتصم أهالي جبل الجوف احتجاجا على قرار وزارة التنمية الاجتماعية إخلاء الشقق الفندقية التي تم تأمينهم بها مقابل تعويض جميع الأسر المتضررة بمساكن للإيجار، كل وفق حالته. إلى التفاصيل. نتيجة تخبطات وتناقضات قرارات رسمية في حل قضية أمر بمتابعتها جلالة الملك عبد الله الثاني، تظاهر أهالي حي الدوحة في جبل الجوف وأصحاب عمارات انهارت منذ أسبوعين. وزارة التنمية الاجتماعية وعلى لسان ناطقه الإعلامي فواز الرطروط قالت إن هذه الأسر قسمت إلى ثلاث فئات، أغلبها يمتلك منازل، بعضها مستأجر، وغالبية الأسر تم إخلاؤها من منازلها لأنها متصدعة، مضيفا بأن هناك 12 أسرة انهارت منازلها وهي مملوكة لها، طلب منهم البحث عن مساكن لمدة 6 أشهر بإيجار شهري مقداره 150 دينارا ستتكفل بها الوزارة، إضافة لفرش المنزل ب1000 دينار وتحمل نفقات الرحيل. جاء وزير الداخلية على الشقق وجلس معنا جميعا وقال لنا بالحرف الواحد انه جلالة الملك سيدنا ابو حسين اوعز الى وزير الداخلية بانه اصحاب البيوت المهدمة يظلوا في هذه الشقق حتى انتهاء مشكلتهم. تفاجأنا ان هؤلاء الناس يخرجون الى الشارع، الان طقس بارد جدا، لا يستطيعون ان يعيشوا هذول حوالي 10 أسر المنهارة بيوتهم حقيقة اللي بالشارع، البقية أخلوا من مساكنهم احترازيا خوفا من الانهيارات الأخرى. لذلك احنا نرجو تنفيذ قرار جلالة الملك المعظم بحذافيره. أنا ردي بده يكون مبني على أساس علمي، بتحدث المسؤولين بكل صراحة بشعوري كإنسان أول شيء قبل ما أكون مواطن. إذا بيتي بيعطيني أي خبير تقرير بسلامته وجاهزيته لاستقبالي مرة أخرى أني أرجع أسكن فيه، أنا ما عندي أي مشكلة، بس بدي أكون متعهد بسلامتي مستقبلا من حدوث انهيار أو حدوث أي مشكلة في البناء مستقبلا. مندوب وزارة الداخلية استمع لمطالب الأهالي بعد تصعيدهم بالاعتصام والعودة إلى أنقاض منازلهم في حال تم إخلاؤهم من الشقق الفندقية. مطالب الأهالي كانت على النحو التالي: إزالة الأنقاض من مكان الانهيار، إعادة بناء البيوت المنهارة، عدم إرسال أي مندوبين للمباحثات، وعدم الخروج من الشقق الفندقية إلا بعد الإكمال والانتهاء من البناء. صبر الأهالي قد نفذ إزاء الوعود الرسمية، وخوفهم يزداد يوما بعد يوم بأن ينتهي المطاف بهم إلى جانب أنقاض منازلهم المنهارة دون متابعة أو رعاية أو اهتمام.